هنا وصلت نوايا في المركز الخامس سالم بن احمد بن دري الفلاحي تانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، سلام الله وبركاته، نحييكم اجمل تحيه من هنا من ارضيه ميدان الوذبة من عاصمة الميادين في هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقام على سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، ودعم من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأيضا متابعة وإشراف من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن. مرحبا بالجميع في دار زايد في هذا المهرجان من الضيوف من أهل الإمارات، السبع الإمارات الذي توافدوا هنا في عاصمة الميادين. مرحبا بالضيوف من دول مجلس التعاون، من المملكة العربية السعودية، من دولة قطر، من دولة الكويت، من مملكة البحرين، من سلطنة عمان. مرحبا بهم في دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي. اليوم يوم الرموز، اليوم يوم الملايين لأبناء القبائل. يفصلنا ليلة واحدة عن سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة، سيف لهجن المؤسسات الذي توافدوا وعدلوا وجهزوا واشتروا لهذا اليوم. إن شاء الله يوم الغد كلنا نترقب يوم الغد في هذا الشوط، هذا الشوط شوط الزمول، الزمول المفتوح. جائزة هذا الشوط للمركز الأول بندقية، بالإضافة إلى البندقية 2 مليون درهم تنتظر أحد الملاك في هذا الشوط لهذا الزمول. هذه انطلاقة مباشرة، نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم اللي على المقدمة، وابل على المركز الأول بشعار الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. ننتقل إلى المركز الثاني، المقطع على المركز الثاني للسيد سالم بن عامر بن راشد المدهوشي قادم من سلطنة عمان. مرحبا يا المدهوشي. نشوف وناخذ اللي في المركز الثالث، المركز الثالث اللي في المركز الثالث مضياف للشاعر سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. المركز الرابع ناخذ اللي على المركز الرابع، ليث العبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري قادم من دولة قطر من ميدان الشحانية. مرحبا بالجميع. نشوف وناخذ اللي على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس شاهين قادم بشعار الصعب، صاحب 4 رموز في هذا المهرجان، محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. هو اللي على المركز الخامس، وعيوننا ورا والحلال ورا. على العموم نحن تونا في البداية، نرجع إلى وابل، وابل على مقدمة هذا الشوط. أيضا له إنجازات عديدة على أرضية الدولة، خارج أرضية الدولة. ها هو وابل بشعار الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي صاحب الأمتار الأخيرة. لكن اليوم بو مايد مع البندقية مع الذهب أصر أنه يكون يقود هذا الشوط مع وابل. هو الآن في المقدمة، المركز الثاني اللي في المضياف على المركز الثاني، أيضا مضياف مرشح أيضا ترشيح. هذا هو لهذا الشوط، مضياف للشاعر سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، أيضا لمنافسة ولا سبق في الدولة وخارج الدولة. ننتقل إلى المركز الثالث، اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات. نشوف المقطع لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الرابع، المركز الرابع ليث العبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري. المركز الخامس شاهين للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. يسعد لي هالمساء يا ابو حمدان على
هذه المتابعة، على هذا الدعم، على هذا الإشراف. هذا المهرجان، مهرجان على سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النيار رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. اليوم يوم الملايين، يوم الرموز. بعد هذا الشوط أيضا هناك سيف لأبناء القبائل، سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. الجماعة كلهم ينتظرون، ينتظرون. وفي بوش أيضا مرشحات لهم صولة وجولة ومسجلات حروف من ذهب في هذا العالم، عالم سباقات الهجن في الدولة خارج الدولة. وهذا الشوط شوط الزمول أيضا لهم تاريخ مشرف على أرضية الدولة، خارج أرضية الدولة. والوابل لازال وابل على المقدمة، وابل بشعار أحمد بن مطر بن مايد الأخيالي. المتابعة، المتابعة من محمد بن أحمد بن مايد الأخيالي ومبارك بن أحمد بن مايد الأخيالي يتابعون أداء وابل على مقدمة هذا الشوط. مضياف على المركز الثاني بشعار الجري، بشعار سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. يا سلام يا أبو حمد، يا سلام يا شاعر القمة، مع مضياف على المركز الثاني. المركز الثالث، نشوف اللي على المركز الثالث بهذه اللحظات، ليث العبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري. المركز الرابع نشوف بحر، بحر بشعار، بشعار الشغي سعيد بن جابر، قادم ايضا بقوة لسجل حافل للتاريخ مشرف على المركز الرابع. المركز الخامس، شاهين على المركز الخامس في هذه اللحظات بشعار الصعب، الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي قادم مع شاهين على المركز الخامس، صاحب الرموز في دول الخليج في هذا الموسم في كل مكان. شعار بو سلطان ايضا خاطف الرموز من كل دولة، واتبها والسلامات الى دولة الامارات العربية المتحدة والى اهالي مرغم. هذه النتيجة، هذه النتيجة. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. مضياف، 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 وأيضا الوابل، الاثنين تقريبا في موقع واحد. وابل على المقدمة فارغ راس حتى هذه اللحظات لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. مضياف على المركز الثاني بشعار الجري، سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث، المركز الثالث في هذه البحار على المركز الثالث، بحار بشعار سعيد بن يابر اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، شوفوا لي شو قادم على المركز الرابع والخامس. عيوننا، عيوننا ايضا على الشوط وعيوننا على القادمين، نبغي نعطيك الحق حقه في هذا الشوط. المركز الرابع يا ابو سعود، كان تشوف لي المركز الرابع والخامس. المركز الرابع في هذه اللحظات ليث العبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري. المركز الخامس، المركز الخامس، رحبوا معاي، رحبوا معاي بشاهين ومالكة شاهين العنصر النسائي. مرحبا يا بنت محمد، مرحبا يا علي يا بنت محمد. والله العظيم من انطلق الشوط وانا عيني ادور الشعار الوردي، ادور الشعار الوردي، اتلفت يسارا ويمينا. مرحبا بشاهين، مرحبا بالعنصر النسائي، مرحبا بمالكة شاهين صاحبة البنادق في كل مكان وفي كل زمان. مرحبا يا عليا، مرحبا يا زين اللي حضر في هذا المساء في الميدان، غطت على كل الحضور. احترنا معاك يا عليا، شو نسميك، شو نسميها يا ابو حمدان؟ بدر البدور على ارضية هذا الميدان بالشعار الوردي. يا سلام، يا سلام، افسحوا الطريق يا جماعة، يا بن حمدون يا الجري، افسحوا المجال. عليا قادمة، العنصر النسائي قادم بقوة، تتسلل، تتسلل من مركز إلى مركز. وابل على المقدمة، وابل على المقدمة لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الثاني، نشوف
وصل وصل ايضا وصل وصل بحار وصل مضياف بشعار الشاعر سعيد بن حمد بن دري الفلاحي بحار بحار قادم بشعار يا سلام يا بحار نعرفك زين يا بحار بشعار الشقي حمدان بن سعيد بن يابر المركز الرابع المركز الرابع شوف القادم مستحيل مستحيل الطنيجي قادم احمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي في رصيده رمزين في رصيده رمزين يا سلام رفعه من الانتاج لهذا الشوط المفتوح وابل وابل مضياف مستحيل بحار نشوف شاهين يا سلام وابل 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 على المقدمة مستحيل قادم الفيلسوف هذا الفيلسوف يوم هو في المراكز المتأخرة ما ينسبت وين وهو من البداية وهو في مقدمة هذا الشوط أهالي رماح يا الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الخيالي مع وابل سلام يا أهالي رماح سلام يا الفيلسوف سلام يا أحمد يا بن مطر يا بن مايد الخيالي تهانينا تهانينا على هذا الأداء الذي قدمه وابل ينتزع البندقية ينتزع 2 مليون درهم المركز الثاني مستحيل مستحيل اللي على المركز الثاني أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي المركز الثالث المركز الثالث عساف على سالم بن عامر بن راشد المدوجي المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع اللي وصل في المركز الرابع بحار حمدان بن سعيد بن يابر المركز الخامس المركز الخامس ناخذ التوقيت الزمني شوط السيف على الميدان نحن ناخذ توقيت وابل في هذه اللحظات ها هو وابل وابل قام راس وانهى راس بي بعير غير بعير يا ابو مايد كان بغيت اشارك الناس مثل وابل قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدره 12 دقيقة 37 ثانية 6 أجزاء من الثانية تهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي ولمبارك وإلى محمد وإلى عيسى وإلى أحمد على هذا الفوز وتحياتنا لأهل الرماح والذي وصل في المركز الثاني مستحيل 12 دقيقة 39 ثانية 6 أجزاء من الثانية تهانينا للسيد أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي ويسعد الله مساءكم يا أهل الذيد والذي وصل في المركز الثالث المركز الثالث عساف 12 دقيقة 42 4 أجزاء من الثانية تهانينا لسالم بن عامر بن راشد المدهوجي سلاماتنا إلى أهل السلطنة والذي وصل في المركز الرابع بحار قاطع مسافة 12 دقيقة 43 ثانية بلوفة تمام تهانينا لسعيد بن يابر بن عبد الله والذي وصل في المركز الخامس سمهوي على المركز لأحمد بن سعيد بن كراز السبوسي 12 دقيقة 45 ثانية تهانينا والناموس سيف الرئيس ينطلق في هذا الشوط برفقة زميلي نايب بن سعود البلوي الكلمة لك يا أبو سعود بسم الله